مشتعش. شوفوا عاد يا شباب، كأس آسيا ما نبي، كأس العالم يا معود خلنا نوصل أول بعدين يصير خير، كأس القارات ولا نفكر فيه مولية، أهم شيء الكأس هذا. ليش يعني؟ ليش هالكأس بالذات؟ لأن إذا خذينا الكأس الـ13 راح نمتلكه إلى الأبد. لا حبيبي، أنا يا كأس العالم يا بلاش. خليك ساكت، لا أشيل قحفيتك وأشوتك شوتة بلوشي يوم يحطها على أستراليا كهرباء. يلا. شو السالفة يا تيتشا؟ وين مدرس الألعاب يا ولد؟ والله الظاهر إن مدرسنا هذا درس كل شيء، حتى أقول لك إنه بعد الهدى يشتغل حارس للمدرسة. يبقى مدرس الألعاب صلاح حمد خليفة معتذر على المباراة لأنه عنده تطير حمام اليوم، عنده حمام اسمها بوسي بايعها ب30,000 دينار، يعني عن 60 شريط نازله. زين ممكن تقول لنا شنو تعرف عن كرة القدم؟ ها فعلا سؤال وجيه. تعرفون جاسم يعقوب هذا اللي يسمونه المرعب؟ هذا يبقى أنا كنت أعلمه شلون يشكل الكرة بصدره. الطرابلسي الجولشي أنا كنت أقول عليه من نص الملعب وأنا مغمض عيوني بربطه. زين بشار الهويدي، بشار الهويدي انا معلمه شلون يشكل الكره. ها هذه هذه حركه لهيب، ماكو هذه انا اعطيت الحركه هذه يسويها. زين عندك جولشي البحرين محمود سلطان كم مره يقول لي يا كل اللي قاول علينا دي ذبحنا. يا استريح، نسوي زحمه والشارع فاضي، يعني ما يلعب الا استاذ منك. لا بس كنت اشوفه بالتلفزيون دورات الخليج يصد خوش كور. ايوه تعرفون مارادونا؟ ايه نعرفه، ونعرف ان ما حد يعرف السالفة غيرك انت وسعد الفري. لا يبا السالفة هذه ما حد يعرفها غيري انا وجاسم بهمن. تدرون يوم قلت لش قال لي؟ انت ظاهر يا ابنك 13 حجامة براسك، مرني يوم الثلاثة وخذ رقم علشان اعالجك. يلا زين استاذ، احنا ما عرفنا شنو الخطة اللي راح نلعبها. اي والله صدق يا حمود. ها خطتنا راح تكون نفس خطة ما شاء الله 911. 911؟ يعني كم لاعب راح يلعب؟ يا ابو سنون ايش فيك طليل؟ مو 911 يعني 37 يا ولد. الحمد لله والشكر. استاذ عطيه بس احنا 10. لا تخافون ولا تخافون، نلقى شوف لنا واحد من دوره الروضان ونحطه ويانا. في مخك 50 مرة بنقول لك ممنوع التدخين، ممنوع التدخين، نو سموكينج في المجلة وفي التلفزيون، انت مش هتفهمه بقى. لا يا ماما مش كده، احنا قلنا اربطوا حزام الامان، ما تربطوش نفسكم زي البقر كده، مش معقول ده. ايه ده؟ اوف طبي ما انتوا بيجيبوكم منين؟ بص انا هقول لك، في اختراع كويس قوي اسمه حزام الامان، موجود في الطيارة اهو. بص هربطه لك اهو، جميل اهو بقى. بص ايوه كده يا حبيبي، بس مره واحده بس اقفله وخليه في وسطك، بس مره واحده. يا هات البتاع ده، احنا قلنا بالانتركم ان ممنوع استخدام الموبايل عند الاقلاع والهبوط والطيران، وممنوع الاجهزه الكهربائيه والميكروويف. انت ما تفهموش بقى، انا تعبت خلاص بقى. Taisez-vous, vous êtes ailié, fou. والله انا متاسفه بس ما كانش صح انه يطلع سلاح داخل الطياره، ده يعتبر عمل ارهابي واحنا متدربين على مكافحته وكل الاشرار. كيسكو ماريف لا افيك دي جون كوم سا. سته اسمي يا مرفت، فين الاكل يا مرفت؟ الناس ميتين من الجوع، هات الفراخ بقى بسرعه. هيا هيا عور جمال، هيا هيا لافلي كامل، هيا 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 قبلك همو زرق الملاعب رابين الباص، هيا سبب الملاعب غنى واليامان، هيا هيا أور كامل، هيا هيا قبلك همو.
رجع رجع عليهم 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 عليهم. هو مين اللي حيلعب النهارده؟ المقاولين العرب والسكه الحديد ولا غمره؟ مقاولين ايه يا ماما؟ لا يا ماما، ده احنا هذا قطعه 16، احنا بنلعب مع فريق الغابه 13. غابه؟ هم الاسود والنمور بيعرفوا يلعبوا كره كمان؟ وماما ده هم اسمهم غابة 13، كل سنة بيعملوا دوري كده للفرق اللي نمرة 13 يلعبوا مع بعض، واللي يفوز ياخد الكاس يا ماما، فهمي بقى؟ ياخد كاس؟ كاس بس؟ يعني مفيش فلوس وهدايا وبيوت وموبايل؟ ماما حبيبتي اجيب لك ترمس تاكلي؟ يقولون ان فريق الغابة 13 يلعبون وهم متربعين، لا هم ربطين ريولهم بعد. اي شيء؟ يلا شباب نبي تسخين، تبون بالملعب بالميكروويف كيفكم، ابي تسخين يلا. 1-2-3 دقدة 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 دقدة. سمعوني كباتن، أذكركم مراكزكم: وحيد، ليلي، توفيق، عزوز، دفاعات، حمود، صانع العاب، ليبرو، هلول وقمعة، أجنحة، هنوي وعبود، هجومات، سلوم، احتياط. شدوا الحيل يا جماعة، نبى الفوز. شنو احتياط؟ احنا ناقصين حارس مرمى وانت تقول احتياط؟ لا اي والله صج، عي سلوم راس حربة. ومن القولتي؟ قوة يا أبطال. اوه منو انتي؟ شو اسمك؟ سبتو. ممتاز ممتاز، هات يلا لبسي، يلا قولتي يلا. ايش دو؟ لا يكون بلعب وياكم بس. عمل وطني يا سبتو، عمل وطني، بلدك محتاج لك. يه وين فريق الغابة 13؟ خطحتي من طيارة بس. احن عليهم عليهم غير نكسر رجليهم، والحاكم ما بيروح، والحاكم ما بيروح الا ورجله مكسورة. بالليل يا عيني بالليل. معليش شو صار؟ لحظة لحظة يبقى قبيح ما بدأ. معليش شو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي آنساتي ساداتي، أيضا نرحب بكم بالملعب قطعة 13 الأولمبي. أيضا شوف فرقتنا الوطنية بالفانيلة الزرقاء والشورت الأبيض، لكن لغاية الآن الفريق الثاني ما وصل. الطيارات أيضا تمشي وتحذف بنك في الملعب. بنك؟ لا هذا الفريق الثاني، وصل الفريق الثاني أيضا. أيضا واضح. منو ما شاء الله؟ حشة شنو هذا؟ تزوير أعمار؟ أقصيدي إذا كانوا تحت 20 سنة. يلا يا أبطال يلا شدوا حيلكم، عادي شدوا ومتعودين على السوالف. داني اغمض وافتح دشبور. يه اي شيء؟ بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا لا تخافون يا صبيان. صفر يا ماما دخلها انت الصفر، هنعمل ايه دلوقتي؟ 2-0 للمقاولين ولا السكة الحديد يا بنتي؟ بعدين فين هذه خشب؟ انا مش شايفاه. ماما عاد ساكتة، حد فوقي بالطوب هنا عاد ساكتة. اقول انت شو اسمك؟ هاي هاك توفيق واللي يرحم والديك، رد الكرة حق سبتو تكفى. شكله متعاون. هلا لا سي مرفيو سي مكلا، يفكرون يجيبوا. خلوا علي خلوا علي. يصفر ايضا حكم المباراة الان، واضح معنا بالصورة ايضا. ايضا نهاية الشوط الاولاني 3-0 لغابة 13. صرنا ملطشة، شلخونا، خمسوا فينا، شنو هذا؟ شو المسخرة؟ 3-0 بيصير، احنا لازم نفوز. اقول كابتن عطية
احنا ماشيين على خطتك. اي والله صوج يا حمود. الجيم الثاني بنغير الخطة من 911 الى 777. اي ثلاث سبعات يا معود، احنا كلنا على بعض. يلا كملنا 11 لاعب. 10 لواعيب ولاعبة لو سمحت. وانا ظلني برشوذ برشوذ برموش الطابلة اليه. شو السالفة؟ الملتم وينه؟ الاطرم الفارس الملتم توا قاعد هني، يمكن راح يبيع فول سوداني للفريق الثاني. حرامي. ها هو المنتف، ولد المنتف. سلوم انزل تعال هني. يلا يلا طقوا 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 هذا. بسك بسك فلوس، مسوي روحك فقير مسكين وانت الله العالم ايش كثر فلوس عندك. حمود هلول جمعه دفاع، وحيد ليلي عبود سلوم وسط، والباجي هجوم. يلا شباب نبي هجوم، خطة هجومية هجوم. الله يا الفشلة، الشوط الأول 3-0، على ما ينتهي الجيم إلا 20-0. أحم اسمع يا حبيبتي، أنا قلت لك مرة لما قابلت واحد اسمه كريشنان كان واحد جميل. ماما حبيبتي عادي ساكتة هنا، الناس عارفاني عادي عادي، حد فوق بالطوبة هنا مش حلوة. سيداتي أنساتي سادتي، ننتقل الآن لنقل الشوط الثاني من مباراة القمة، أيضا بين فريق قطعة 13 وفريق فرقة بلال الشامل الاستعراضية. أيضا فريق غابة 13، واضح الحكم بيصفر الآن. يلا حمود اطلالي. حكم المباراة الهن أفقى باكستاني راجو خان حكيم الدار، نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 3-3. الآن أيضا الهدف الذهبي أيضا من اللي بيقول يا ترى. أيضا أضح معانا. سمعوني زين يا أبطال، أنا أدري أنتو ريايل وقدها، صح يا رجال؟ أيوة صح. إحم إحم سلغان ايه ده، هو مين بيضرب مين، الاهلي والزمالك ولا مانشستر يونايتد؟ 43 حبة من هو مش فايدة فيك يا ماما، يعني اعمل ايه والنبي قوليلي بس، عادي ساكتة مفيش محلة ولا اهلي هنا. الغابة 13 راح ياكلون مأكال، عمرهم ما خسروا مباراة بالهدف الذهبي. اي شيء؟ ايضا اليوم يومك الازرق، يلا يا حلوين، ايضا يا شباب يا حلوين، يلا بيضوا يا شباب، ايضا يلا. جايتك الكرة. يا زينج صدق اللي قالوا، الواحدة منكم على عشر. دخلت هي لسه نايمة، الحل كله من أبويا، هو اللي عمل فيها كده. دخلت Hey, get there!